بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. يا المستمعون الكرام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع الى آية من كتاب الله كتب له حسنة، ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبيد. ندعو له بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع فليتكلم المشكورة. والله غفور رحيم.
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول الكاظمين الغيظ
فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم.
ومن يغفر الذنوب إلا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون من ربهم وجنات
جنة تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه Oh, my God.
فإما أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا بإذن الله.
صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال منها سفنا. وكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في كل مكان من أرض الله عشنا مع طب القلوب ولوائها وجلاء الصدور وشفائها عشنا مع الهدى والنور عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل عشنا مع القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية القارئ ابو نقاب قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة سرسليان بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية الحديثة التي تطلب طوبة من محلات أولاد الحاج سعد منصور المقيم بسروهيد. أما معرض الفراشة وقصر من قصور الضيافة لصاحبها الحاج شعبان مطور المقيم بمنشي السلطان بالاشتراك مع الخدمات الفندقية الممتازة إدارة المتر ياسر صبري المقيم بسروهيد. أما عن وحدة قصور نور الإسلام إدارة المهندس محمود طعيمة المقيم بشوشاية. يا سادة شكر الله سعيكم جميعا.